طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يدشن دورة إعداد الخطيب التنموي، ويفتتح معمل الأمل لإعادة تدوير نفايات البلاستيك بمنطقة فلوك. أعيان وجهاء وادي وصحرائي حضرموت يصلون المكلا لتدارس الأوضاع الراهنة بالمحافظة. تحت شعار لا للمخدرات والآفات المدمرة، انطلاق التظاهرة الرياضية الكروية التوعوية. أهلا بكم. أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فاري سالمين البحسني أن ملايين المسلمين في شرق آسيا ودول العالم أجمع اعتنقوا الإسلام على أيدي الحضارمة بفعل قوة التأثير والسلوك النموذجي القويم امتثالا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيفة. وقال محافظ حضرموت في تدشين دورة إعداد الخطيبة التنموي التي ينظمها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت وبالتعاون مع مؤسسة ابن عباس العلمية، إن خطباء المساجد يقع على عاتقهم مهمة تغيير السلوكيات ونشر قيم المحبة والتراحم وتوحيد المجتمع، مضيفا أن رسالة المسجد رسالة عظيمة، وعلى الخطباء تبني الخطاب الديني الوسطي المعتدل والحفاظ على النسيج الاجتماعي والمساهمة في إصلاح الفرد والمجتمع ومحاربة السلوكيات التي أضرت بالإسلام بانحراف بعض الشباب نحو الإرهاب. وكان مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد السعدي ورئيس مؤسسة ابن عباس العلمية الشيخ عمر باوزير ألقيا كلمتين أكدا فيها أن خطبة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة ووسيلة لإصلاح الفرد والمجتمع. ودعا السعدي وباوزير خطباء المساجد إلى ملامسة الواقع المعيشي للمواطنين والاختلالات بالمجتمع والأحداث التي تشهدها البلاد. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني معمل الأمل لإعادة تدوير نفايات البلاستيك التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل بمنطقة فلوك شرق المكلا. ويأتي المشروع ضمن برنامج لمكافحة التلوث البيئي الذي تنفذه المؤسسة، كما يدخل المشروع ضمن مشاريع الريادة الاجتماعية وتحقيق مبدأ رأس المال الاجتماعي وكأحد أوقاف المؤسسة التي تعول عليها كمصدر دخل خدمة مرضى السرطان بالشراكة مع مؤسسة حضرموت الاختراع والتقدم العلمي. واستمع محافظ حضرموت من المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد البطاطي إلى شرح عن مراحل تدوير نفايات البلاستيك وتحويلها إلى منتجات. بدوره أشاد محافظ حضرموت بفكرة المصنع، مؤكدا أن هذه المنشأة ستخدم المجتمع بالاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها ثم إنتاج مصنوعات مفيدة منها، بالإضافة إلى أنها تمثل مصدر دخل للمؤسسة للمساهمة في خدمة المرضى. رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون اجتماعا للجنة الاحتفالية بمئوية مدرسة مكارم الأخلاق التاريخية لمناقشة الخطة المقترحة للاحتفال بالذكرى المئة. وفي الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز والإعداد والتهيئة والتحضير لمثل هذا الحدث التربوي المهم في تاريخ حضرموت، وتشكيل اللجان المختصة وتكليفها للتحضير الجيد والعمل المتقن لجميع الفعاليات والنشاطات المتعددة التي ستحتضنها مديرية الشحر. هذا واتفق الحاضرون على تزمين الفعالية وإشراك جميع الكوادر التربوية والتعليمية والمؤرخين والجهات المعنية بتاريخ المدرسة العريقة وإصدار الكتاب التوثيقي للمدرسة.
وصل إلى مدينة المكلا صباح اليوم وفد من أعيان ووجهاء وادي وصحرائي حضرموت، يتقدمهم الحكم عبد الله بن مبروك بن عجاج النهدي لتنسيق الجهود ضد المخاطر التي تحيط بحضرموت. وأفادت مصادر محلية أن الوفد أعد خيمة كبيرة في منطقة الصلب شرق المكلا لعقد مشاورات مع مختلف المكونات الحضرمية لتدارس الأوضاع الراهنة بالمحافظة، من بينها توحيد الجهود ورفض أي دعوات تقسيم حضرموت والتصدي لها والعمل على تهيئة الظروف لتمكين النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها الكاملة على ربوع المحافظة وتمكين أبناء حضرموت من ثرواتهم. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بمحافظ محافظة حضرموت. أضربت أعداد كبيرة من مالكي باصات النقل الكبيرة عن العمل مجددا بمدينة المكلا بعد رفضهم التسعير المخفضة التي أقرتها السلطة المحلية بالمحافظة. وتشهد الطرق الرئيسية لمدينة المكلا أزمة خانقة جرى توقف حركة النقل لباصات الأجرة الكبيرة وتكدس أعداد كبير من المواطنين على الشوارع الرئيسية دون النظر لمعاناتهم من الجهات المعنية بالمحافظة. هذا وكانت الأجهزة الأمنية قد احتجزت عددا من الباصات في نقاط التفتيش بعد شكاوي قدمها المواطنون بحجة رفع سعر أجرة النقرة. نفذ شباب متطوعون حملة لردم الحفر بشارع 60 بالمكلا بالتعاون مع كتيبة الدعم والإسناد بالمنطقة العسكرية الثانية، والتي تسببت الحفر المتناثرة على شوارع المدينة في وقوع حوادث مرورية وإلحاق أضرار بمركبات المواطنين، مما دفع الكثير من الشباب المتطوع للقيام بحملات متعددة في محاولة لإصلاح ما خلفته السيول والأمطار ومجاري الصرف الصحي في ظل غياب تام للجهات المعنية للقيام بدورها لإعادة تأهيل وترميم الشوارع العامة. استعرض لقاء جمع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور مازن الجفري والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هادي سالم الصبان التنسيق المشترك لمتابعة المستويات العلمية للطلبة المبتعثين. وجرى في اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة خاصة فيما يتعلق بطلبة جامعة حضرموت المبتعثين بالخارج. وخرج اللقاء بالاتفاق على تفعيل التنسيق المشترك بين الوزارة ممثلة بقطاع البعثات وجامعة حضرموت في متابعة المستويات العلمية للطلبة المبتعثين، وكذلك تخصيص منح دراسية لأوائل طلبة حضرموت لحل الإشكاليات التي تواجههم ضمن اهتمام ورعاية رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كرمت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي جامعة حضرموت رئيس الجامعة دكتور محمد سعيد خنبج لجهوده في تحقيق المطالب المالية والإدارية للموظفين. وخلال التكريم استعرض رئيس نقابة الموظفين مروان الحبشي الجهود التي بذلتها رئاسة الجامعة في تحقيق الكثير من المطالب المالية والإدارية للموظفين داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تذليل كافة الصعاب لإنجاز المعاملات للعاملين والموظفين بالجامعة، وكذا مساعدة الموظفين لإدارة مناسك العمرة والسعي مع الجهات المختصة لمتابعة جميع الحقوق المكتسبة للموظفين ماليا وإداريا. بدوره أبدى رئيس جامعة حضرموت الدكتور خمبج استعداد رئاسة الجامعة للوقوف إلى جانب الموظفين لتحقيق المطالب المشروعة كونهم مساهمين في إنجاح العملية التعليمية بالجامعة. جاهد كريم مننا كنقابة موظفي جامعة حضرموت للدكتور ولرئاسة الجامعة للجهود التي بذلوها معنا في جميع الصعاب والمستحقات الموظفين من إنجازها في الأوقات الأسرع وأسرع مثل 50% ومثل 30%، جزاهم الله خير. وأغلب الأمور نحن وياهم أمورنا طيبة جدا في تدليل الصعاب وتمشية أمور الموظفين في جميع كافة الإجراءات حقنا.
اختتمت بمدينة الشحر الدورة التدريبية المبتدئة لمدربي كرة الطائرة التي نظمت برعاية محافظ محافظة حضرموت والمدير العام لمديرية الشحر وإشراف مكتب الشباب والرياضة وتنظيم اتحاد كرة الطائرة، حيث استمرت الدورة من الثالث وحتى الخامس من يناير الحالي. وتلقى المشاركون من الكابتن عمر فريد مثنى معلومات ضافية تمكنهم من تحسين أدائهم في التدريب. وفي حفل الاختتام أكد مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي أن المكتب سيولي جانب التأهيل والتدريب اهتماما متزايدا خلال هذا العام. وأشار رئيس اتحاد كرة الطائرة بالساحل الكابتن أنور جابر أن مخرجات هذه الدورة ستثمر إيجابيا على واقع اللعبة من خلال الدفع بهذه الكوكبة المؤهلة لتشكيل نواة لفرق الفئات العمرية لأندية ساحل حضرموت. عقب ذلك جرى تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح الدورة بشهادات المشاركة. تحت شعار لا للمخدرات والآفات المدمرة انطلاق التظاهرة الرياضية التوعوية المجتمعية الكروية في منافسات الدوري الرياضي الكروي النوعي لفرق أحياء مديرية المنكلة وضواحيها لمواليد 2002. لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بداية نوعية ومتميزة شهدته التظاهرة الرياضية التوعوية المجتمعية الكروية بمنافسات الدوري الرياضي الكروي النوعي لفرق أحياء مديرية مدينة المكلا وضواحيها لعام 2002، والذي يقام تحت شعار لا للمخدرات والآفات المدمرة وبرعاية كريمة من المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت وشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت وإشراف وتنظيم من اللجنة المجتمعية بحارة باسويد وبالتنسيق مع إدارة المكافحات للمخدرات بأمن الساحل واتحاد شباب مديرية المكلا التطوعي ولجنة الفرق الشعبية الكروية الصغيرة بديس المكلا. مراسيم الافتتاح شهدت حضورا متميزا في الشخصيات يتقدمهم راعي الدوري الرياضي المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرم التميمي ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد عبد الله أحمد الأحمدي والمدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت خالد العكبري والشيخ علي باراس مسؤول مأمورية الضبط بمديرية المكلا ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت درويش عبد الله سويد والمدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل الدكتور وليد عبد الله البطاطي والأمين العام لاتحاد شباب مديرية مدينة المكلا نبيل راشد بعوضان وعدد من الشخصيات الأمنية والرياضية وجمع من الشباب الرياضيين. أما عن المواجهة الكروية التي جمعت فريقي الكوكب باسويد مع نصر الحصن وجرت أحداثها عصر الخميس على ملعب حارة باسويد بمنطقة الغويزي، وأسفرت هذه المباراة عن فوز الكوكب بركلات الجزاء الترجحية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي كانت جماليتها حتى النهاية في الإبداع الكروي والفن المهاري الذي تفنن في أدائه الفريقين واستمتع المشاهدين والمتابعين. تقدم الحصن بواسطة اللاعب سعيد الرباكي وجاء الإنقاذ من الخسارة التي كانت ترافق الكوكب حتى النهاية سليم العظمي من ضربة حرة مباشرة من خارج الجزاء. تذهب المباراة إلى ركلات الجزاء الترجحية التي كانت من نصيب الكوكب ليتنفس السعداء. وفي مراسم تكريم التشريفية للفريقين أهدت اللجنة كأسا للفائز في المباراة تسلمه قائد الفريق من راعي الدوري بمعية ضيوف اللقاء ورئيس اللجنة التنظيمية والفنية الكابتن محمد عبد الكريم بايماني أبو عبده، وقدم راعي الدوري جائزة لأفضل لاعب في المباراة ومبلغ قدره 15,000 ريال، كما تبرع للفريقين 10,000 ريال مقدمة من أيضا شركة النفط اليمنية. ووضعت لهذه التظاهرة الرياضية التوعوية المجتمعية أهداف توعوية للشباب والفئات العمرية للحد من مخاطر المخدرات وتعاطي القات والحبوب والحشيش وتأثيرها السلبي على تفكك المجتمع، إضافة إلى صقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، كذلك نشر ثقافة العمل التطوعي وغرس قيم المحبة والسلام وتعزيز الأخوية الوطنية والحفاظ على الإنجازات الأمنية والتنموية التي تحققت في عاصمة المحافظة حلي بالأخلاق الرياضية وتجسيد معنى شعار الرياضة فن وأخلاق والمساهمة في التوعية المجتمعية من مخاطر هذه الآفات المدمرة على المجتمع. في هذا التقرير مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يدشن دورة إعداد الخطيب التنموي
ويفتتح معمل الأمل لإعادة تدوير نفايات البلاستيك في منطقة كلوب. أعيان ووجهاء وادي وصحرائي حضرموت يصلون المكلا لتدارس الأوضاع الراهنة بالمحافظة. تحت شعار لا للمخدرات والآفات المدمرة انطلاق التظاهرة الرياضية الكروية التوعوية. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. حتى الملتقى، إلى اللقاء.